السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أفضل الصلوات ثم التسليم. يا جماعة شير ملصقات، يا جماعة شير شير، مشاركات ملصقات، ادونا مشاركات، ادونا ملصقات، مشاركات ملصقات، مشاركات، شاركوا يا جماعة. يا جماعة شوفوا، انت ادونا مشاركات، انت قاعد في منطقة، قاعد في مدينة في فرقة بتاع الجيش، لازم تكون واثق في فرقتك بتاعت الجيش دي. كل السودان داعم جيشه، ما عندنا مشكلة، لكن يا جماعة شير، لأنه في بلاغات بينزل، أنا شايفه بينزل، شايف بلاغات بينزل، عشان كده بقول لك مشاركات. في بلاغات، الصفحة دي على بلاغات، عاين نزل كيف بلاغات، ادونا شير يا جماعة، ادعموا شير، لايكات، شيرات، ادعموا قلوب، لانه كده انا بقفل وخلاص، ما مش اطلع في التيك توك مباشرة، والله العظيم، لانه مستحيل اتعب تاني اوقف صفحتي يومين ثلاثة. طالما في بلاغات ادعم انت بقلوب، ادعم انت بقلوب، ادعم بمشاركات، ادعم بقلوب، ادعم بمشاركات. اي واضح، البلاغات واضحة، واضحة ولا دايرة اثنين ثلاثة، عشان كده بقول لك ادعم بقلوب مشاركات، تم قلوب مشاركات، عشان الناس تعرف اي فرقة انت تكون في منطقة، في حاجات بتلاحظ، تراغب انت، بقيت مو الان انت العين بتاعت الدولة السودانية. في جماعة مستنفرين مشوا الغيارة بتاعت الفرقة 19، رجعون. ليه رجعون؟ والله قالوا احنا ما محتاج. كيف ما محتاج؟ عشان تجي بعدين تجي تسلمه وتنسحب؟ ما محتاج عشان تجي تبيع الناس؟ ما محتاج عشان تجي بعدين تغدر بالناس؟ الكلام ده ما بيمشي يا ناس مروا، اسمعوا الكلام اللي بقوله لكم. مروي ما في امان، مروي قريبة من الحدود الليبية، مروي قريبة، ومروي مستهدفة من اول يوم في الحرب، قبل الحرب ما تبدأ مروي مستهدفة. عشان كده ما تنوموا في العسل، ما تقول لي والله الغير بتاع الفرقة، الغير بتاع الفرقة، الغير بتاع الفرقة ما نفع معاكم، يتغير طوالي، ما بتثقوا فيه، ابعدوا طوالي ولا تلعبوا. اسمعوا الكلام ده، اسمعوا كلامي ده كويس، الغايب بتاع الفرقة ما ينفع معاكم، تتلم مروي على بكرة ابيها تطالب بتغيير الغايب بتاع الفرقة، يجيبوا لكم غايب بتسغوا فيه. انا بكلمكم الكلام الدغري، لا لف لا دوران، لانه الناس انقرصت كثير باسم القيادة، انقرصت كثير باسم الفرقة، انقرصت كثير باسم الغايب، انسحب، يعني ده ما فيها لا شك لا طق. الكلام ده واضح يا ناس مروي، ما تخلوا تقعدوا تقول لي والله قالوا وامشوا المستنفرين ارجعوا، بعدين لما تقعوا بتعرفوا ضرب الله واحد. الان انتوا في البر، نجضوا حشتكم، الغايد ده حوالينا شكوك، ما تقول لي والله منزل من السماء، طالما هو رافض حاجه فيها خير للمدينه وللبلد، معناتها الزول ده طوالي بعيد منكم. وانا بكلمكم بصراحة، بصراحة كلام ده واضح، طالما ابى المستنفرين عندنا سوابق، الغايد بتاع الفرقة بتاعت مدني ما سلح المستنفرين ورافضهم وما داير مستنفرين. ليه؟ عشان البلد تكون فيه سيولة امنية، عشان العدو يجي يفتح لي بعدين، لما نجي العدو يقوم منسحب يقول ما عندي. الان انتوا في البر وشفتوا بعينكم تجربه قدامكم، ما تجي تقول لي والله العظيم قالوا وقالوا، ده انت دبت بعدين الامن بيجيك بعدين، انت اللي بتتعب معه، هو بيمش، هو بيركب طيارته بيمش، بيركب عربيته بيمش، لكن انت بتمش وين؟ بتمش وين؟ بتمش وين؟ قائد الفرقه 19 رجع المستنفرين، حوالينا شكوك طوالي ولا شيء، والله طوالي تصنفوا، طوالي مش تجيبوا زول بتسوقوا فيه من اولاد بلدكم بتعرفوه، اللواءات مليانه،
ودى البلد ده ما بيخليك, ودى البلد بيقعد معاك بيموت معاك, لكن تجيب لك زول ما عارفه والله بيبيعك بيبيعكم. اسمعوا الكلام يا ناس مروي, والله بيحكم والله بيحكم. طالما رفض المستنفرين والله بيحكم, والله العظيم بيحكم. تمشوا وين تمشوا وين تغيروا. انتوا اهل المنطقه وانتوا بتكتووا بالنار, ما هو بيكتووا بالنار ولا البرهان. يا يجيب لكم غايب بتعرفوه بيعرفكم يا غودوا براكم, قول لهم ما دارين, تشيلوا السلاح وتقفوا تحرسوا بلدكم. لكن تجيب لكم غايب فرقه حوالينه شكوك بيقول ما داير مستنفرين, ده ناوي على شر. انا عندي ليك كده ناوي على شر, يا تو بحر بياب الزياده, يا تو بحر بياب الزياده. ادوني بحر قول لي يا بس زياده, قال ما داير زياده, ما في بحر بياب الزياده. الزول ده طالما ابغى قال لكم ما دايركم وما داير الفرقه وما داير ما داير, معناته حوالينه استفهامات طوال طوالي. انت الان انت الان بعدين لما تحصل حاجه بتتعب انت, انا بقول لك الكلام ده انت بتتعب. اجيب في بلدك احرز بلدك احرز حايتك, اعرف الجيش في الجيش ما في عندهم سلاح ما عندهم سلاح, دي كلها لانه انت اللي بتتعب. بعدين لما تقع الفاس في الراس بعدين ما بتعرف حاجه, حتى مش وين حتى تقول لي قالوا وقلنا ما بتنفع. مروة دي مستهدفة من زمان, مروة دي قال عبد الرحيم ده قال 500 مرة, مروة حقت ابو منو ونمشي نقعد فيه مروي. انا بديك الحقيقة, طالما انت مشيت والغاية رجع المستنفرين ما محتاجين, طوال الغاية دي يمشي الليلة قبل بكرة, الغاية ده يمشي الليلة قبل بكرة, لانه احنا ما جايين نخدمك في بيتك يا غاية ولا جايينك في بيتك, دي دولتنا السودانيه ديل دايرين يحموها. انت مالك انت مالك, انت بتديهم راتب من جيبك, انت بتصرف عليهم من جيبك, الدوله دي حقتك انت منو؟ دي الحقيقه يا جماعه عشان الناس تكون واعيه, ده حق من حقوقك. طالما الغايد عمل كده معناته ماسقه. شير يا جماعه شير يا جماعه, لانه في بلاغات, انا بقول لك شير في بلاغات, انا شايف بعيني, لانه نازل بيبلغوا في الصفحه بعدين لما نجي اطلع ما بلقاها. عشان كده بقول لك شير مشاركات قلوب, ادينا قلوب مشاركات. عشان كده يا ناس مروي تخلوا في يدكم, تخلوا اي حاجه, تمشوا الفرقه وتقيفوا كل مروي, كل فرقه تطالبوا عديل انه الغايه دي تغير. يمشوا رجال منكم كبار, يمشوا كبارات البلد, يمشوا بورسودان ما بعيده, يمشوا للبرهان. شوف البلد دي حراستها علينا نحن, الغايب بتاع الفرقه ده ما دايرينه, واضح وصريح, لا فيها مجامله لا يقول لك كده, لانه الناس مدن اتقرصت من غايد الفرقه, اتقرصت من غايد الفرقه. نفس الزول ده بيقول لهم ما داير مستنفرين وما داير ناس وما دايرين مستنفرين الان, واحنا الوضع تمام ومدني عامنا ومدني حدوده كويسه وعندنا خطط, وطلع كله كلام شمار في مرقه. لا مدني طلعت امنه ولا طلعت عندهم خطط ولا طلعت خيانه. كذلك الان الزول رجعكم ده الليله وقال لكم ما داير مستنفرين, ده طوالت خطعه وحوالينه 500 استفهام, لانه الان البلد محتاجه لاي جيش, محتاجه لاي كلاش, محتاجه لاي سوداني, محتاجه لاي مستنفر. دي حقيقه, لو اساسا ما محتاج لاي جيش, الناس في الجزيره ديل بيموتوا ليه؟ لو انت ما محتاج لاي جيش الناس في الجزيره بيموتوا ليه؟ الناس في الغور الان بيختصبون ديل ليه؟ ليه الجزيرة الآن مستباحة وما فيها ولا جيش؟ ليه سحبتوا الارتكازات وقت ما محتاجين جيش؟ سحبتون ليه؟ عشان تقتلوا الناس؟ ما هو كلام ولا ساي بس قصص؟ نحن ما محتاجين, محتاجين, لأنك لو ما محتاج كنت حميت أهلنا في الجزيرة, كنت خليت الارتكازات, سحبتها ليه؟ معناته عندك نقص في الجيش. كيف تقول لهم ارجعوا ما محتاج؟ كيف ترجعهم؟ كيف؟
معناته الزول ده ما امان ولا ضمان. ناس مروي ناس مروي، الزول ده ما امان، ما تدفعوا ثمن، فتحوا عيونكم واطلعوا الفرقه 19، الزول ده يتغير، الزول ده يتغير رجاله، ما بالح رجاله يتغير رجاله، شفت رجاله بالقوه يتغير. جيبوا واحد بيشبهكم، جيبوا واحد بيتألم لألمكم، جيبوا واحد بتوجع لوجعكم، دي الحقيقه. ما في لعب، ما في لعب، ما تخط لي واحد حوالينا شكوك، ما تخط لي واحد ما بتعرفوه ولا بيعرفكم، ما تقول لي قاعد معانا 3 سنة، ما تقول لي قاعد معانا سنة بنع... لا لا ما بتعرفه، ما بتعرفه، ما تقول لي قاعد معاي وبنعرفه، ما بتعرفه. احنا بقول لكم الحقيقة يا جماعة، شير ملصقات، شير ملصقات، لأنه في بلاغات، الناس تفتح عيونها، احنا تقرصنا كثير الآن، ما في الناس تقعد تمشي ساي، طالما انتوا مشيتوا وعملتوا الصح ودارين تستنفروا وتحرسوا بلدكم ورجحكم، معناته ناويلكم شر. لو ناويلكم خير ما في، ما في سبب يخليتوا لا دارين منه قروش ولا دارين تحرسوا بلدكم. لو ساي وزحكم في السوق، لو وزحكم ارتكازات تفتيش، ما في حاجة، في شنو؟ في شنو؟ ما في اي حاجة. ليه طيب؟ معناته ما دار البلد تتأمن، معناته ما داير البلد تتأمن. الناس دي بيهددوكم لهم كم يوم، مروي مروي مروي، التهديد ده ما تخطوا ساي. الناس دي ما بيتكلموا ساي. انا قلت لك شفت القحاطة لما نتكلموا في حاجة، القحاطة قبل ما يهجم عليه مدني بعشر يوم 15 يوم عملوا جروباتهم في مدني، انا بكلمكم، عملوا الجروبات في مدني قبل ما يهجموا ب15 يوم، جروباتهم عارفة انه جايين مدني بشنو؟ بخيانة، عارفين عارفين كانوا، الان بيكونوا كلموهم بدري انه جايين مروي بخيانة. ابيعدوا الزول الغايد ده الان، الزول الغايد ده ما يكضي ويعمل لكم وانا 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 كذب، ابا المستنفرين كذاب، ابا المستنفرين ما بيحميكم، ابا المستنفرين ما بيحميكم، والله ما بيحميكم، وانا بحلف لك والله ما يحميك، والله ما يحميك، طالما ابا المستنفرين ما بيحميك. يا جماعه شير ملصقات قلوب، الصفحه دي الليله هلكت عديل، هلكت والله، هلكت هلكت بلاغات، مع انه الليله ما شاء الله الليله حصلت ال100 ألف متابع في 3 شهور، يعني حاجة كويسة جدا، يا دوب دي صفحة جديدة حصلت 100 ألف، وكله بفضلك ونت والله. لكن الأيامات دي بالذات ما دارين الصوت ده، الأيامات دي ما دارين الناس تستنفر وتطلع تحمي بلدها ولا تحمي أعراضها ولا تحمي شرفها، دارين البلد تنهار عشان التسوية، دارين البلد تنهار عشان الناس تموت، دارين البلد تنهار. عشان كده أدعمنا باللايك والشير، الشير في الجروبات، الشير في القلوب، ده كله بتمنع التهكير، عشان الناس مروي يعرفوا، مروي ما تقول لي ماشيين القضارف وقالوا سنار، والله جايينكم في مروي، وانا احلف عليها وافصم عليها، احلف عليها وافصم عليها، جايينكم في مروي، اسمعوها مني الكلام ده، جايينكم في مروي، لانه احنا بعد كده بقينا اي حاجه نخط الشين لحد ما يثبت الحاجة الكويسة. قبل أيام أبو قرون طلع إمداد كبير جدا جدا موجود في الغرب جاء، وطلعوا بالصور والحاجات، إحنا ده ما عارفين إنه ماشي وين، مع الحديث بتاع الغايد بتاع الفرقة 19 وقال ما بسلح وقال له نمشوا وما محتاج ليكم، أوعوا طوال شيلوا الليلة لو لقيتوا طريق، الليلة الليلة لو لقيتوا طريق شيلوا، ما تبيتوا للصباح، طالما بيعبوا المستنفرين وما ما تخلوا ناس مدني غلطوا، لما احنا كلمناهم زمانك شيلوا الزول ده ما نافع، الزول ده ما نافع، الزول ده فك، الزول ده سوى، ما اشتغلوا بكلامنا. النتيجة كل زول شايل بوجته في منطقة، كل زول نازح، كل زول لاجي، ضاقوا الحنظل بركوب الراس الفاضي، انتوا دارين انه يبقى عليكم، اقعدوا
كلامنا ده ارموه واقعدوا احضروا، لكن ما تزعلوا بعدين، بعدين ما تبكوا، وبعدين ما تقولوا ما قلنا لكم، وما تقولوا ما كلمناكم. كلام ده واضح، ما تقولوا ما كلمناكم وما قلنا لكم. احنا الان بنقول لكم ليه؟ عشان تحتاط طوال تمشي بكره الفرقه، كل مروي تطلع لبكره ابيها، كل مروي دايره تستنفر تستنفر غصبا عنه، ولا يقعد لانه ده عنده التعليمات. والله ده مش ينسحب، اقسم بالله ده يعمل خطه يدخل لكم الجنجويد في 3 دقائق مش 3 ساعات، والله 3 دقائق الجنجويد يدخل لكم جوا بيوتكم. الكلام ده واضح والعربي واضح، ما في امان، امان ما في، فقدنا الثقة، فقدنا الثقة، ما في امان، لاننا اتقرصنا، لاننا اتأذينا، لاننا شفنا، لاننا عرفنا، ما في امان. الناس تكون عارفة ما في امان، ما في امان. رسالة هنا وصلت، انا كلمتك وعملت العلي. بكرة مروي تطلع تمشي الفرقة 19، كباراتكم يمشوا ليه برهان؟ كلام واضح، ما دايرين الغايد ده، مروي ما بعيدة من بورسو، ما دايرينه. قال لك ولا ما دايرينه، دايرين زول بنعرفه. عندكم أولادكم فيه؟ عندكم أولادكم لواءات، جيبوا لواء من أولادكم خليه يقعد. اللواء ده بموت معاكم موت وبأمن البلد تمام، لأنه بخاف على أهله وبخاف على عرضه وبخاف على ناسه. لكن لانه هناك احمد الطيب لا عنده عرض ولا عنده شرف ولا عنده حاجه في مدني، عشان كده باع مدني. دي الحقيقه، ما داير لا لف دوران ولا داير لا نزوق عليك ونجيب لك في بوكيه بتاع ورد ونديك ليها، دي الحقيقه. لما تجيب زول منك بيقعد معاك بيموت معاك. بيموت معاك عديل موت، موت الضان. ما بخليك. هذاك اللي ولا بيب من مدني لما جاءوا قال لي انسحب، قال لي ما بنسحب. احمد الطيب قال لي انسحب، قال لي ما بنسحب. ليه؟ لانه اهله في مدني. انسحب يمشي وين؟ انسحب يمشي وين؟ يخلي اهله لمنوه؟ يخلي اهله لمنوه؟ قاعد في مدني ليه الان؟ الان بيكاتلوا والان بيدخلوا مدني، والان كل يوم داخلين مدني كميه، كل يوم الجيش داخل مدني. كل يوم داخلين متقدمين في مدني منتشرين. ليه؟ ما كان يسمع الكلام، لانه من ناس مدني، لانه عاش في مدني، لانه ديل اهله وديل ناسه. مستحيل يمشي يخليهم، لو جاء قرار مش من النائب من الـ من الـ من البرهان، لو جاء قرار من الامم المتحده ما بيطلع من مدني كان. وده الصح. ما خدت لك زول اقل حاجه يسلم، اقل 100,000 يبيع، اقل شقه يبيع، اقل عربيه يبيع. دي الحقيقه، دي الحقيقه. الناس تكون واعيه وتصحى. ما وقت غباوه ولا وقت مجامله ولا وقت دفن دقن، تقول الكلام الصح. تمشي يا ناس مروي بكره تنتهي القصه دي، ترفعوا لنا التمام، تقول لنا الغايد بتاعنا غيره. تقول لنا غيره. تقول لنا الغايد غيره عديل. عشان تقعدوا بعدين ما تغيروا وتخلوه بعدين ما تبكوا. نمشي نشوف يا جماعه الحاصل شنو في مدني. طبعا يا جماعه في غرة ربنا ما اداها اي حاجه في الاخلاق ولا في الشرف ولا في غريه كامله. انا بقول لك، لما اقول لك غريه كامله انا ما جاي عشان اديك حاجه كده بديك كلام ساي اختراح، انا بقول لك حقايق. قريه كامله لبسوا فيها 75، غرية لبسوا فيها 75، الغرية دي على النيل الأزرق، لبسوا فيها 75 من أولادها لبسوا دعامة، بيخشوا يسرقوا مع الدعامة، بيسرقوا فيها حالهم، بيسرقوا معاها، بيسرقوا مع الدعامة وبيأكلوا فيهم وفاتحين لهم صوالين ومدخلينهم على نسوان وبيركبوا فيه نسوان عادي عادي. حامد شاكر مريحينه الا يا مادي، وما شغال شغال الدعامي
دي الحقيقة. الغرية دي بلسم، انا حجيبها لك هديك لها بلسم بلسم عديل بلسم اللسم اللسم. فاتحين ديوانهم وفاتحين دواوينهم وبسووا نسوانهم في الاكل ومتعريات وكاشفات للجنجويد. دي الخيابة، دي اشباه الرجال، دي الناس المفروض يبيدوهم كلهم على بكرة ابيهم، الكويس فيهم والمكويس كلهم يمسحون. اقسم بالله دي غير القرف والاذى ما يجيبوا لك حاجه. 75 منهم 75 لابسين جنجويد، 75 منهم لبسوا عديل جنجويد. الجنجويد دخلوا في محل بيركبوا معاه ونسرقوا بيوت اهلهم وبيوت ناسهم. عندنا والله الا سامي بيجيبوا لنا فيها سامي ومبلسهم واسم الغريه. للاسف دي 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 دي, دي حقايق انا بديك. وفي غرى والله كلها فرسان ورجال، قسما بالله لما نزلت الرجاله في الارض في غور الدول الرجاله كلها كملوها كده الفراسه والرجاله، قسما بالله ادوا عليها سلموها عليها. قسما بالله غرى وقفت وصنددت والله العظيم رجال اولاد رجال والله العظيم يشرفوا يشرف. واي زول من الغريه دي مفروض تدو 500 سلام وتحيه. اسود لا بينكسروا لا بيتفزروا لا ببيعوا لا بسلموا لا بطاطوا لا بعرفوا بوسوا الراس. دي اولاد الناس، دي اولاد الاصول، دي الناس الشرفة، دي اولاد بلد يقعدوا يقوموا على كيفهم، دي اولاد العز، دي الناس اللي ممكن تمشي ليهم، ودي الناس اللي ممكن تناسبهم وتتزوج منهم. ودي الحقيقة، دي الحقيقة. تعال انا الغرية اللي فيها 75 دي وفيها القوادين اولاد الحرام دي، تعال مش اخذ منها مرة بعد ما دخلها الجنجويد. قسما بالله لو ودوني معاه طن بتاع ذهب مع عرس منهم. ديل ما عندهم عرض، ديل ما عندهم عرض. اي ناس دخلوا جنجويد ديل ما عندهم عرض. اسمع الكلام والله، ديل لا تناسبون لا تمشي ليهم للزور للصادق ولا عندك بديل، ما ناس عرض. دي الحقائق. هالغور المانعت وقفت ديل لو عندك شفت المرة لو مهرة مليار تدفع لها وانت مطمئن. والله العظيم انا بكلمك بقول لك الحرب دي كشفت حاجات وورت الناس حاجات. الحرب دي ما فيها الشر لكن الخير اكبر من الشر. عشان تاني ما نتغش، عشان تاني ما نتغشى. في اخبار الظاهر في التلفون ده فيه اخبار لكن ننزلها لكم في بوست رايته. عشان تاني ما نتغشى، عشان تاني ما نتغشى. عشان الناس ما تتغشى. في غرى والله العظيم عندنا، بعدين حنقولهم بالاسامي. في غرى تاني بالاسامي، بالاسامي بنقولها بالاسامي. بالاسامي بالاسامي حنقولها بالاسامي. بالاسامي حنقولها. بالاسامي تاني حنقولها. دي حقيقة الناس تكون عارفة. وفي غرى والله وقفت، وقفت والله العظيم ورفعت الراس. والله العظيم. بس الناس الان ما 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 في داعي تذكر الاسامي بتحت الغور رفعت الراس دي، لانه الحسد والغيره والناس القوادين واولاد الحرام والناس اللي ما عندها شرف والناس اللي ما عندها ميتي ديل دي موجودين. الناس تكون عارفه وتكون واعيه. الآن الوضع في الجزيرة جماعة في جيش دخل، لكن الجيش ما بيشتغل زي ما انت داير، بيشتغل زي ما هو داير. ما بينتشر زي ما انت داير سرعة سرعة، بينتشر حبة حبة.
يعني لما يجيك الجيش لو ما انت اتحركت ممكن تكون ضحت. انت اللي عليك شنو؟ انت اللي عليك انك تجتهد وتشتغل تتلم، وزي ما قلنا لك تجيف، وما في زول بيموت ناقص عمر، وما في زول بيموت ناقص عمر. تلفون تلفون تيت تيت تيت، ما في زول بيموت ناقص عمر، ما في زول بيموت ناقص عمر. الان انت اتحرك، الجيش دخل ودخل مدني، لكن ما بخش كده طوالي داخل، والليله في ناس طالعين من مدني الجيش قال لهم ما تطلعوا، عاديين لاقاهم جون قال لهم ما تطلعوا، احنا عارفين من وين، قال لهم اقعدوا ما تطلعوا. في ناس طالعين عاديين من مدني الجيش رجعهم. انا بقول لك الكلام الحقيقي، رجعهم قال لهم ما تطلعوا، رجعهم عاديين قال لهم ما تطلعوا. وعندنا الرسائل حقتهم هون ذاتهم اللي قالوا الكلام ده، هون ذاتهم رجعوا، رجعوا قال لهم ما تطلعوا، قالوا لهم اقعدوا في بيوتكم. الامور طيبه، الجيش دخل كميات كميات دخلت، لكن الجيش ما بيجيك بيقول لك انا دخلت وانا في الحته في، لا لا، الجيش عنده خطه وشغال، لكن انت هنا ما تقيف، ما تنكسر، ما تركع، ما تبيع، ما تزله، ما تعب، ما تقف معه، لانه الانتصار جاي، الانتصار جاي جاي جاي، الانتصار جاي جاي جاي، دي حقيقة، الانتصار جاي، شاء من شاء وابى من ابى، جاي الانتصار ما بعيد. في كميات كبيرة من الجيش نزلت هناك مدن، وفي كميات دخلت الخرطوم، لكن احنا دارين نضغط عشان شنو؟ عشان برهان هجم، عشان الان لحظة الصفر، عشان الجيش ينتشر، جيش كمية كبيرة دخلت، والله العربات دخلت، والله لا 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 ولا بتعدها، جيش 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 في كل مكان. لكن ما ماخر ليه؟ هل منتظر الجنجويد بعد ما يجيبوا العربات وشفشفوا ويجي يرتكزوا لك جوا الخرطوم؟ الان هم ما في شيء وملتهين بهناك، انت حارس شنو؟ الان قوتهم كلها مشتت هناك، لا مشتت هناك قوتهم مشتت هناك. اهجم يا برهان، اهجم خلاص، ما في تاني تقول لنا منتظر، الا منتظر الجنجويد يزيدوا خلاص، ما في حاجه، الخرطوم فاضيه فاضيه. انت حارس يجيون سلاح تاني ويجيبوا السلاح يشالوه من مدن يدخلوه وبدو تاني تقوم الحرب؟ الان ما في شيء، اغلبهم هناك بيسرقوا، كل زول بيسرق في منطقه، كلهم مشتتين. الخرطوم دي بين يوم وليله ممكن تنتهي منها وتستلمها، تبقى عليك الجزيرة. لكن انت حارس شنو الان؟ ما في حاجة بحارسوها، الناس دي بيشيلوا في الدكاكين، بيكسروا في المصانع، وبيجيبوا الخرطوم لناسهم لبيوت الضعارة اللي قاعدين فيها، بيجيبوا لهم الحاجات من هناك، بيوت العاهرات اللي قاعدين فيها، بيجيبوا لهم الحاجات من مدني ومن الجزيرة، بيكسروا الأسواق، بيجيبوا الحاجات في السوق، بيجيبوها كلها الخرطوم هنا. وانتوا حارسين شنو الان؟ حارسين شنو الليله؟ الليله ما اشتغلتوا حاجه، الليله ما عديل كده ما اشتغلتوا، امس ما اشتغلتوا، المفروض الليله ما دي الشغل يكون بزياده، يكون بزياده، لانه هم ما في اغلبيتهم طلعوا. انت حارس شنو؟ معناته انت منتظر لما نجوا راجعين بعدين تبدا لنا المقاتله، راح راح راح. عشان كده بنقول الناس تكون واعية، الناس تعمل هاشتاجات، الناس تضغط، الناس ما تقيف. لو حارس بدون ما تعمل حاجة وبدون ما تكون واقف على بلدك بدوك ليه؟ والله كذاب، والله قدر ما يلقوك نايم وما واعي، والله يزيدوا زي ما هم دايرين يعملوا الحاجة الدايرين. البلد جات، وبإذن الله لو ما جات ما كان الليلة فارس النور قدم استغالته، عرف مشوا لأهله في الحداد، سرقوا ونهبوا ومقدم استغالته. الناس دي مش المركب غرقت، غرقت وانتهت. الناس اللي في المركب ديل الحرامية بتاعين، الحرامية عديل
ديلي توسخ، واي زول الان بينتمي للمجموعه دي بينتمي باسم دعم سريع، ده بالنسبه لنا مدان دوليا، دي جرائمهم مدانين كلهم دوليا. الناس دي اللي تلوثوا وانتهوا، الناس دي ما عندهم حاجه، يعني اي زول بينتمي للدعم السريع الان ده يحاكم طوالي محكمه لاهاي ولا لف ولا دوره، لانه اللي بيحصل الان ده الدنيا كلها شايفه. شايف الناس زي ما في جيش هناك، ما في الناس زي ما مشوا قاتلوا ولا في حرب، مشوا للمواطنين قاعدين في بيوتهم. ما مشوا لهم للجيش ولا خلوا الجيش في الخرطوم. خلوا الجيش قاعد في الخرطوم ومشوا الجزيره للبيوت الامنه، للاسر. مشوا للاسواق. مشوا يسرقوا ويكسروا وينهبوا ويحرقوا يدمروا. ما عندها علاقه بالحرب. ما عندها. يعني اي زول الان منتمي للناس زي باعتباره مجرم حرب، باعتباره مجرم، باعتباره مشارك في انه بدعم لي ميليشيات دوليه بتدمر في السودان، بدعم ميليشيات. ده ما جيش عشان يستعمر، ده ما جو يستعمروا، ديل جو يدمروا ويحرقوا ويسرقوا وينهبوا. منو اللي بيقف معاهم في الصف؟ ده الليلة قدم استغاثته دارين الناس يمسكوا عليك، قدم استغاثته، ده مجرم خلاص، ده مجرم، ده خلاص انتهوا. منو تاني اللي بيقبلوا في صف؟ منو اللي بيقبلوا عشان يقول لك لا لا ده مجرم، ده مجرم حرب؟ الآن واضحة الجزيرة ما فيها ولا عسكري ولا فيها طلقة، في مجموعة من غرب افريقيا، ليبيين، نيجريين، ماليين، تشاديين، يمنيين بيسرقوا وبينهبوا ومعاهم اثيوبيين، ودي الحقيقة. ما في مقاومة، ما في جيش، ما في أي حاجة هناك. بس بيسرق وبوثق لنفسه، يشيل ويصور وهو بيسرق. يشيل ويوثق وهو بيسرق. دمروا البيوت، هجروا الناس، سووا اي حاجه بتتسوى. الان لو الحاجة يعملوا، لكن المشكله هنا عندنا الفوق ده اضعف ما يكون. اقسم بالله العظيم ما قادر يعمل حاجه، ما قادر. انت اي زول عمل لي رنه احتبر نفسه دنيا زايله من صفحتي. اي زول عمل لي رنه احتبر نفسه دنيا زايله. احتبر نفسه من نفسه دنيا زايله. هاي دنيا زايله نهايه، انا اساسا نسيت المفتاح ما قفلته، لكن اي زول عمل رنه احتبر نفسك دنيا زايله. احتبر نفسك دنيا زايله من صفحتي ليوم الدين، لا اشوفك لا تشوفني. لانه تيريرين 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 بلد فيها حارب انت تيريرين تيريرين. عشان كده برهان ما قادر، ما قادر يعمل حاجه، ما قادر يسوي. برهان ما قادر يسوي، محتاج قرارات، محتاجين قرارات، دايرين قرارات، دايرين قرارات، ما في قرارات. حيقعد يقول لك والله والله عرفناك ذاك احمد الطيب خاين، وين انت؟ تعال ورينا الليله شغلك وين، امس شغلك وين، انتشارك وين، ضربك للناس اللي بيتحركوا من الكاملين والزلط ماشيين جايين، وين الطيران؟ ما في ناس ماشيين من الكاملين جايين للحصحيصه بتاعت شرف ماشي في الزلط، وين الطيران؟ ليه ما بتضربون؟ ليه بس ما بتضربون؟ كوبري فتحوا كوبري رفاع، ليه ما ضربتون؟ داخلين الحصحيصه رفاع، ليه ما بتضربون؟ تاتشرات لافه، ليه ما بتضربون؟ السبب ادينا سبب مقنع. ما في، ما في سبب. الان الطيران بقى واقف منه الرسمي وشعبي شغالين في الجزيره دي بحمايه الطيران، جوا الجزيره الطيران ما بيزالون قاعدين، الطيران قاعدين. ويقول لك والله الناس زين وفي خيانه، الخيانه ما احمد الطيب، الخيانه من فوق، الخيانه من القياده، الخيانه من فوق، يمشي تمشي السماء تنزل الواطه، الخيانه من فوق والتعليمات من فوق. لانه الان بيتحركوا ماشيين وجايين من مدني شاحنين وجايين الخرطوم يخطوا، وتاني يرجعوا مدني صف طويل بتاع عربات، وين الطيران؟ وين الطيران؟ ما سؤال، وين الطيران؟ ما في الطيران، ما شايف، ما عارفين، معقولة جايين ماشيين تجيبوا في البضاعة من المدني العربات صف طويل وخدتهم في سوبة أكثر من 150 عربية سوبة صف طويل، ولا بيضربوا ولا في طيران بيهبشون ولا في أي حاجة.
طيب انا اثق فيكم كيف؟ طالما هذول بيتجولوا وبيتحركوا كده من منطقه لمنطقه وانت ولدت هابيشون، انا اثق فيك كيف؟ اقول انك نزيه كيف؟ مستحيل اثق فيك. ابسط، احنا شعب سوداني، ما احنا ما شعبي اهبل. طيران ما قادر يضربه الليل، بيتحركوا ماشيين على طول، الارتكازات في الطريق، الخرطوم مدني ده كله ارتكازات. وين الطيران؟ وين الطيران؟ ليه خلي النوم؟ ما ادونا سبب، ما في سبب، بس الا الخيانه والعماله. عشان كده الناس تكون واعيه. الناس تكون واعيه وتعرف عشان ما تتفاجأ بعدين تجي تقول والله طلع طلع والله طلع. اي زول فيه حاميه فيها شكك يمشي يغيروا الغايد بتاع الحاميه. اي زول الحاميه ما بعرفوا جابوا له سنه، جابوا له سنه بعد الحرب دي تمشوا تغيروا طوالي، جيبوا واحد منكم من اهلكم من ناسكم بتعرفوا ده فلان ود فلان منكم، ما تخلوا لكم زول غريب. انا بقول لكم وبالفم المليان، ما تخلوا زول من برا افهموا كلامي ده كويس. الزول اللي اسمه سليمان ده طوالي تشوتوا برا ولا تقعدوا، لانه البلد دي بقت والله الخيانه رمزي فوق، رمز الدوله الان الخيانه، رمز الدوله الخيانه. الله يديكم الصحه والعافيه.